يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح نبلش بالعروض للصف العاشر. رح ناخد بحري الهزج والكامل. سنبدأ ببحر الهزج من خلال الأمثلة إن شاء الله. سنتوصل إلى مفهوم البحر ونفرق بينه وبين التفعيلة ومفاهيم العروضية الأخرى. خلينا نبدأ. هلا في شيء اسمه مفتاح البحر. إشي اسمه مفتاح للبحر. عندما أقول مثلا بحر الهزج، مفتاحه على الأهزاج تسهيل، مفاعيل مفاعيل. نعمل بيت شعري في حال إذا نسيت أنت تفعيلات البحر تتذكر البيت الشعري، ومن خلال البيت الشعري تتذكر التفعيلات الخاصة في هذا البحر. فإذا ما قطعت الجزء الأول اللي هو الصدر من البيت، أقول على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل. طبعا كونها بالآخر من مدهم. لاحظ أن التفعيلات في الصدر نفس التفعيلات بالعجوز. فإذا ما نسيت التفعيلتين مفاعيل ومفاعيل، وأيضا هناك تفعيلة أخرى، تستطيع التذكر من خلال مفتاح الشعري اللي هو على الأهزاج تسهيل. تستطيع تلحين البيت حتى يعني تتذكر، أو يكون من السهل عليك حفظ هذا المفتاح. إذا نلاحظ أن هناك تفعيلتان في الصدر وتفعيلتان في العجوز. البحر التام هنا بحر، يعني بحر تام ليس له مجزوء. ما معنى ذلك عندما أقول بحر تام ليس له مجزوء؟ لا أستطيع أن أجعل في الصدر تفعيلة واحدة أو في العجوز فقط تفعيلة واحدة. يعني هذا أصغر شكل ممكن أن يصل إليه أو أن يكون فيه البيت الشعري، تفعيلتان بالصدر وتفعيلتان بالعجوز. خلينا نبلش بالأمثلة، أمثلة شعرية. كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا. طبعا يعني إحنا وصلنا لمرحلة بالتقطيع أنه نبلش بمقاطع طويلة وقصيرة على طول، لكن خلينا نستذكر بعض قواعد التقطيع. عندما أقول ك فما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا، حكينا انه لما بيكون عندي حرف متحرك وحرف متحرك باخذ كل حرف وحده، فبيكون مقطع قصير مقطع قصير. حكينا الالف بالغالب بتاخذ ما قبلها. حكينا لما يكون عندك حرف متحرك وساكن بيروحوا مع بعض. حكينا انه التنوين عبارة عن نون. برضو مرة أخرى لما يكون عندي متحرك وساكن بيروحوا مع بعض، متحرك متحرك كل واحد وحده مقطع قصير قصير. وآخر مقطع دائما في الصدر أو في العجوز يجب أن يشبه، فأن يكون مقطعا طويلا. خلينا نبلش. رح أبلش المقطع الأول بالكتابة العروضية فقط في هذا المثال، فأقول ك ف ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا. إذن عندي مقطع ك ف ما كان من هجر، هذا بالنسبة للمقطع الأول. المقطع الثاني وقصير طويل 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 قصير طويل طويل طويل. لاحظ انه عندي تفعيلتين بالصدر وتفعيلتين بالعجوز. التفعيلة الاولى اللي هي كما وردت في المفتاح اللي هي مفاعيل مفاعيل، والتفعيل الثاني ايضا مفاعيل، نفس الشيء هون مفاعيل، هم أيضا مفاعيل. وإذا سألك عن اسم البحر فهو بحر الهزج. هكذا الأسئلة تكون
قطع البيت، اكتب التفعيلات واكتب اسم البحر. واضح؟ اذا خلينا ناخذ هيك على جنب انه اول تفعيلة بلاش بحر الكامل هون، مش بحر الكامل. اذا هذا بالنسبة لبحر الهزج اول تفعيلة له اللي هي مفاعيل، اسفة الهزاج تفعيله تسهيله مفاعيل مفاعيل مفاعيل، هاي اول تفعيل، وهاي التفعيلة الرئيسية اللي بالاغلب انت رح تشوفها هي بتتكرر بالقصائد المنظومة على بحر الهزج. هاي التفعيلة الاولى. من خلال الامثلة رح نشوف شو التفعيلة الثانية، شو التفعيلة الثالثة الموجودة في بحر الهزج. نكمل ناخذ البيت الثاني. ينام الليل مسرورا قليل الهم والهجز. انسان ما عنده هم ولا عنده هواجس ولا عنده اشي يفكر فيه، ينام مسرورا. والانسان الذي لديه من الهموم ما يكفيه لا ينام، او ربما ينام على مضض. خلينا نقطع. يا نامل، لاحظ انه لما بيكون عندي قلة التعريف بتروح، بتروح مع الحرف اللي قبلها. ما بقرأ ينام وحدها الليل وحدها، لا هذا بيت شعري بقرأه ككل متكامل. اذا يا نامل ليلى مسرورا، هذا بالنسبة للصدر. العجز ق لي لول، برضو اللام راحت مع اللام كونها قمرية. ق لي لول هم، حكينا انه الشدة عبارة عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك، فالساكن راح مع المتحرك اللي هو حرف الهاء مفتوح. طيب اذا ق لي لول هم مي، بضل عندي الميم المتحركة الثانية بتضلها زي ما هي هيك واحدة بتكون. وال حكينا الواو بتروح مع اللام كونها اللام قمرية. والهج سي حكينا آخر حرف لابد أن يكون طويلا لذلك بنشبعه، هج سي كأن هناك حرف الياء لابد أن تشبع. إذن مرة أخرى عندنا تفعيلتين بالصدر وتفعيلتين بالعجز. هذا هو بحر الهزج. ونكتب التفعيلات. مفاعيل هي التفعيلة اللي أخذناها والتي تتكرر بشكل كبير، ومفاعيل مفاعيل. هذا هو البحر، تكرر تكرار تفعيلة مع في البيت بشكل منتظم. لاحظ إنه التفعيلة نفسها تكررت، هذا يعني تكرار التفعيلة بهذا الشكل بانتظام، هذا بتعمل عندي بحر. فهاي القصيدة منظومة على بحر الهزج، على بحر الهزج. حتى لو يعني نقطع أبياتها الأخرى، لو كانت عندي القصيدة رح يكون رح تشوفي إنه تكرار في تفعيلة مفاعيله، لأنه كلها تنظم على بحر واحد اللي هو بحر الهزج. واضح؟ طبعا في اكثر من بحر باللغه العربيه، بس اكثر يعني تقريبا هم 16 بحر، بس انت يعني مطالب بالعاشر ببحر الهزج وبحر الكامل. طيب اذا حكينا التفعيل الاولى التي ينظم عليها بحر الهزج اللي هي مفاعل، تعال نشوف تفعيله اخرى. عندي بيت اخر اللي هو عفيف الجهر والهمس قضى الواجب بالامس. طيب ع في فل جه ري وال هم سي، مش بآخر حرف. ق ضل راحت الضال الضاد أسفة مع اللام وما لفظت الألف. ما يلفظ يكتب فقط بالعروض، ما يلفظ يكتب. ق ضل و جي ب بل بل ما لفظت الألف بل أم سي، أشبعت آخر حرف. عندي هون تفعيلتين اللي هي مفاعيل مفاعيل، وعندي هون تفعيل جديدة. لاحظ
عندي تفعيلة قصير طويل طويل قصير، هاي بسميها مفاعيل، وبنرجع للتفعيلة الرئيسية اللي هي مفاعيل. إذن عندي تفعيلة ثانية ظهرت هون ببحر الهزج غير مفاعيل. لاحظ أنا من نفس تقريبا نفس الكلمة نفس الأحرف، نفس الأحرف، فأقول مفاعيل. لو بدي أقطع هاي الكلمة نفسها، مفاعيلو. هون ليش ما أشبعتها؟ لأنها ما إجت بالآخر، إجت لاحظ إجت بالوسط، أو مش بالوسط، التفعيل الأولى هون، عشان هيك ما بقدر أشبعها. لو جاءت هون بالنهاية كان أشبعتها. مكان مفاعيله هون، ما بتيجي بالآخر، ما بتيجي بتفعيلة الآخر، وإنما بتيجي بتفعيلة البداية. واضح؟ اللي هي الحشو، بداية الحشو، تفاعيلات الحشو. واضح؟ إذا عندي التفعيلة الأولى مفاعيله، التفعيلة الثالثة مفاعيله. لو قطعتها بيكون بهذا الشكل. طب خلونا نشوف شو التفعيلة الثالثة، ما دام في عندي ثلاث تفعيلات. خلينا نقطع آخر بيت، غ ز لون ليس لي من هو سي ول، راحت الواو مع اللام كونها قمرية، سي ول حزنت، هاي لام شمسية. إذا رحت على أول حرف في اللام الشمسية بروح على أول حرف، في اللام القمرية بروح على اللام. مرة أخرى، سي ول حزنت، ظلت عندي الطا الثانية متحركة، الطا ويلي. عندنا هون تفعيلتين اللي هي هاي نفس حفظناها مفاعيل، وهاي مفاعيل، وعندي هون مفاعيل، عندي هون لحظة تفعيلة جديدة هاي بنسميها، هاي التفعيلة اللي هي اسمها ايش اسم هاي التفعيل؟ لحظة شوي، بسم الله، هاي اسفة، هاي اسمها تفعيلة مفاعي، كونها مش كتير موجودة، هاي التفعيلة ما بتكرر كتير فراحت عن بالي. لو قطعتها هي عبارة عن ميم مفاعي، فميم مقطع قصير ومقطع طويل ومقطع طويل. إذا نلاحظ إنه بحر الهزج رح نشوف فيه ثلاث تفعيلات، أول تفعيلة اللي هي مفاعيل تأتي بهذا الشكل، تفعيلة مفاعيله تأتي بهذا الشكل، ثالث تفعيل اللي هي مفاعي، مفاعي، مقطع قصير طويل طويل بهذا الشكل. لما بتشوفي هاي التفعيلات أو بتشوف هاي التفعيلات في بيت ما، فعلى طول بتعرف إنه هذا البحر اسمه بحر الهزج، بيتكون من تفعيلتين بالصدر وتفعيلتين بالعجز. بتمنى منكم تحلوا التدريبات، وإذا في أي سؤال تبعتوا لي. يعطيكم العافية.